السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم التجويد الميسر، وفيها بإذن الله تعالى سنتناول الجزء التاسع من أحكام التفخيم والترقيق. تعرفنا في الحلقة الماضية على أن الكسر هو واحد من أسباب ترقيق الراء، وأسباب ترقيق الراء الكسر، الياء الساكنة والألف الممال. في هذه الحلقة المباركة نتعرف على السببين الأخيرين، وهما الياء الساكنة والألف الممال. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. يرقق ورش رحمه الله الراء المفتوحة أو المضمومة وصلا ووقفا إذا وقعت قبلها ياء ساكنة سكونا ميتا أو حيا. إذا الحديث عن السببين الأخيرين لترقيق الراء، وهما الياء الساكنة والألف الممال. فورش رحمه الله يرقق الراء المفتوحة والمضمومة وصلا ووقفا إذا وقعت قبلها ماذا؟ ياء ساكنة سكونا ميتا أو حيا. ناخذ مثال من سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إذن تلاحظون هنا أعزائي المشاهدين، الياء الساكنة الواقعة قبل الراء، والياء الساكنة من أسباب ترقيق الراء. فقوله تعالى هنا قالوا خيرا، وكذلك قوله تعالى ولدار الآخرة خير. فالراء هنا من كلمتي خير وخير مسبوقتين بماذا؟ بياء ساكنة، خير وخير. فالراء ترقق وقفا ووصلا إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة. والملاحظ هنا السكون، الياء هنا سكون الحي، سكون الحي. نعم، إذن الملاحظ أعزائي المشاهدين أنه وقع الخلاف في كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهي كلمة حيران. كلمة حيران هذه الراجح فيها هو الترقيق، هو ترقيق الراء. وقال الإمام ابن بري رحمه الله: والسير والطير وفي حيران خلف له حملا على عمران. إذن كلمة حيران الواردة في سورة الأنعام من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه. إذن هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام وردت فيها كلمة حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، الراء تقرأ بماذا؟ بالترقيق على الراجح. إذن أسباب ترقيق الراء هي الكسر، السبب الثاني الياء الساكنة، والسبب الثالث الألف الممال. تحدثنا عن السبب الثاني وهو الياء الساكنة، الآن الحديث عن الألف الممال. يرقق ورش الراء إذا وقع قبلها أو بعدها مباشرة ألف ممال. إذن فالراء هنا إما أن يقع قبلها ألف ممال أو أن تكون متبوعة بألف ممال. بماذا تقرأ؟ هل تقرأ بالتفخيم؟ لا، تقرأ بماذا؟ بالترقيق. نأخذ مثال من سورة قاف، قوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. انظروا أعزائي المشاهدين إلى كلمة بجبار، الراء هنا مسبوقة بألف ممال، إذن فالراء وقفا ستقرأ بالترقيق لأجل هذا الألف ممال. والحقيقة أن هذا الألف اعترته الإمالة وقرئ بالتقليل لوقوعه قبل راء متطرفة مكسورة، وهذه الراء تقرأ بالترقيق لماذا؟ لوقوعها بعد ألف ممال. الآن ألف الممال واقع بعد الراء كما هنا في سورة الأعلى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. كلمة الذكرى الراء قرأت بماذا؟ بالترقيق. ما سبب ترقيقها؟ الألف الممال الواقع بعدها. وبهذا أعزائي المشاهدين نكون قد ختمنا أسباب ترقيق الراء، وهي ثلاثة: الكسر، الياء الساكنة، وأخيرا الألف الممال. وننتقل بكم إلى فقرة المصحف المعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم صدق الله العظيم.